السلام عليكم، أهلين فيكم بفيديو جديد من فيديوهات المشين ليرنينج والديب ليرنينج. شفنا نحن بالفيديو الماضي كيف قدرنا نتنبأ بعلامات الطلاب لمادة معينة من خلال معلومات عن المواد الثانية والستدي تايم والابسنس وإلى ما هنالك من الفيتشرز. اليوم حنكمل الكود تبعنا ونطبع الفاليوز البريدكتد وكمان الفاليوز الريل وحنقارن بيناتهم. خلينا نبدأ. نحن نحط فور لوب فور اكس ان range. range اللي احنا بدنا اياه هون هو عبارة عن ال length للpredictions، فعم نقول له نحنا اطبع لي القيم تبع الpredictions وكمان اطبع لي القيم تبع ال y اللي هن خلينا نسميهم real مثلا، وبعدين بنقول له dot format وبناخد هون ال predictions وكمان بنقول له اطبع لي ال y test. تمام، هلا احنا عملنا ال for loop اللي بنطبع فيها نحنا ال y predict وال y test القيم الحقيقية والقيم اللي نحن توقعناها من خلال linear regression model اللي نحن دربناه. وإذا بنعمل run بنلاحظ إنه أعطاني كل القيم ال predicted وأعطاني القيم الحقيقية، فبنلاحظ إنه القيم كتير قريبة. هلا نحن بعد ما طورنا ال linear regression model لهي المشكلة بالذات، إذا نحن بدنا نطبقها على test set جديدة وما ندربها كل مرة، فينا نحن نحفظ الموديل اللي دربناه ونستدعيه امتى ما بدنا ونطبقه على داتا جديدة. فخلينا هلا نحن نعمل شيء بعالم البايثون اسمه البيكل، يعني نحن نخلله للفاريبل تبعنا نساويه مخلل وبعد شوي نستدعيه امتى ما بدنا. مثل ما المخلل نحن بنكبسه وبننساه وبعدين امتى ما بدنا نحن بنجيبه. كمان شيء في شيء اسمه البايثون اسمه بيكل، نحن بنعمل بيكلينج لا الفاريبل او المتحول او الداتا او شو ما كان، وبنستدعيه امتى ما بدنا نحن وبنعمل تيست عليه وبنعدل عليه وفينا كمان نعمله بيكل مره ثانيه. فخلينا نحن نفوت ونعمل بيكل للموديل تبعنا ورد نرجع نستخدمه وبدون ما ندربه مره ثانيه. خلينا نبلش. اول شيء نحن بدنا نسويه اللي هو نستدعي المكتبه تبع البيكل تبع المخلل، فبنعمل امبورت بيكل، هي هي قصته. وبس خلصنا من الموديل نحن، الموديل هو عبارة عن اوبجكت بالنهاية، فخلينا ناخذ هذا الاوبجكت ونعمل له بيكلينج. فبعد ما استدعينا المكتبة فينا نقول له with ونقول له open وبعدين نعرف شيء اسمه مثلا variable او اسم معين، نقول مثلا linear regression model dot pickle، هذا هو اسم الملف اللي بده ينحفظ فيه. وبعدين بنقول له WB اللي هو القراءة الكتابة، يعني نكتب على هذا الملف. وبعدين بنقول له as if. هلا نحن بنكتب pickle وفيه كذا ميثود، فالميثود اللي نحن بدنا اياها هلا منشان نقدر نعمل pickling نخلله للفاريبل او للاوبجكت اسمها dump، يعني نحن بنزته. فبنعمل نحن pickling لهاد. هلا صار عنا اذا بنعمل run مثلا نحن بقلب الفولدر تبعنا هلا صار في عنا شيء اسمه lrm.pickle، فنحن صار عنا الموديل محفوظ بقلب البيكل البيكل جار. طيب هلا نحن بهدول السطرين قدرنا نحفظه، كيف فينا نستدعيه؟ نستدعيه كمان انه نعمل متحول اسمه خلينا نقول بيكل ان ونقول له روح افتح لي الملف اللي اسمه lrm.pickle. وهلا نحن بدنا نحط rb معناتها انه اقرا لي لهذا الملف. وبعدين بنقول له مثلا regression line reg line خذ لي البيكل وخذ لي منه الميثود اللي اسمه load، استدعي لي هاي الميثود واقرا لي فيها البيكل ان اللي نحن اخذناه. طب واحد ممكن يسال انه نحن على طول خلينا نعمل fit، ليش حتى يعني نحفظ الموديل بالبيكل ونرجع نستدعيه؟ بقول له انه مو على طول بتكون عندك الداتا سيت بسيطه، يعني الداتا سيت ممكن تكون كتير كبيره وممكن الفيت التريننج تبع اللينير ريجريشن ممكن ياخد احيانا فتره طويله، لذلك نحن هذا الشيء ما بدنا اياه، بدنا لما ندرب الموديل خلص نحفظه ونرجع نستدعيه امتى ما بدنا، وبالتالي التريننج تايم ما عدنا نهتم فيه لانه البريدكشن حياخد وقت كتير قليل، وبالتالي نحن حنوفر على حالنا الوقت اللي صرفناه نحن للتريننج. فنحن عملنا تريننج بمره واحده سواء على سيرفر او على كمبيوتر او على كلاستر، حفظنا هذا الملف وصرنا بقى نحن نستخدم هذا الملف على طول.
وبالتالي سهل علينا ووفر علينا كتير وقت. طيب لهون بنكون خلصنا المثال الثاني باللينير ريجريشن. الفيديو الجاي حيكون عبارة عن اللينير ريجريشن بتفاصيل وكمان بكتابة اللينير ريجريشن from scratch يعني من الصفر. استنونا بالفيديو الجاي.